الكوتش ده عايز يتزود. حسب ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني، انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانية واحدة، ثانية واحدة. بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ هسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خالة هبل؟ لا عمتي كانت سمينة شوية. والله؟ اه. طب اركب ورا يلا. اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي؟ زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي؟ ربنا يستر. خصمك ايه اللي تسوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك ما تدفش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس. الفتيس؟ افضل عظمتك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانية واحدة. ايه ده؟ ايه ده؟ ركزي ثانية واحدة. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو؟ رد رد يا حيوان. ايه اللي رد يا حيوان يا ابني يا حيوان. عاجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انزل. انزل لي هنا. انزل لي. ايه ايه؟ انزل ايه؟ في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ايه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه، ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين اول مره ركبت كوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما ايه اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا اخينا. مره بقى لك زمان بتعرف تسوق؟ ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا. اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. يا سيد مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم. النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش شويه يا زكي اقعد. معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبقت معانا النهارده. بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. ف يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟ الله. وبعدين انا برضو ما رضيتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده. انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايتي الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص هي زي القبر. لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافني. تخيل حضنه واحضانه وبوسه وتبهدلني الواد الصغير. طب زكي انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ اه. انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. اه زي كده انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم تبقى فيه ستر. انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده. انت على طول كده زكي مهبطني. يعني اخدعك يا سيد. وبعدين انت قوي الشتيمه.
لا في دي عندك حق. لا طب شفت شفت. بص يا اخي هقول لك انا حاجه سريعه. بص ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي خد توفي. يعني اطمن يا زكي. يلا يا سيد يلا يا سيد. اهلا اهلا اهلا. اطعم مسا على الكباتين. بسم النبي حرسك وسينك وضمنك يا تعم يا نايتي. بس 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 باش كان فاضي ده كان زمان. يا فتحتي مش تخبط يا بابا قبل ما تدخل. اتخضيت يا اخويا في ايه؟ انت فاهم يا قد اللي عملته ده بتروي دراعي ليه يا بابا؟ هي كلمة يا تسيب الوظيفة دي وتمشي يا مش انا. طب ما تمشي انت يا بابا. لا ده انت قليل ادب. تعالى عشان يا بابا هموت هموت. مش بدل ما اموت انا. انت لسه شفت حاجه؟ انا هوريك. انت لسه شفت حاجه؟ اوعى ساعدني ساعدني بس يا بابا ساعدني. انت محسسني ان انت مش ابنك على فكره. قلت ايه؟ انا محسسني ان انت مش ابنك انك ان انت مش ضنايا. انا مش يعني مين ابني مين؟ انت ترضى باباك يعمل فيك كده؟ والله لو بعمل اللي انت بتعمله يعمل يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني بحبك على فكره بحبك. حبني. بص بص بحبك ازاي؟ شوف دي سايبه ازاي. ده انت كده ناوي تشيلني وريني. انا غلطان. ايوه انت بتعمل بلوفر. ايوه بعمل بلوفر. انا رايح تعمل لي تحمي. بص انا ماشي وخليك زي ما انت كده. امال ايه يا ابو زيك؟ يبقى وريني عن اذنك. ايه ده؟ ده رتيس. السيف ده يعني خلاص خلصوا خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه هتعملي لي فيها زينة؟ انا هركليز. ها ايه رأيك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟ من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟ لا بالبوز. بص انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا. ما انا بحب الغوانة ما عنديش مشكله. وصحيك بقى على كوابيس بالليل. انا برضو ما بنامش بالليل انا بنام الظهر والله. ايه اللي بتعمل ايه ده؟ هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي. حاضر. تمشي بمزاجي. حاضر. انت مجنون. بقول لك ايه انا ما بحبش المشاكل. ها امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع. هتسمع كلامي ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر. يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته. كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟ خوريا صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. انا جاي اطمن عليك. اخبارك ايه؟ ايه بقى؟ ممكن اقعد معاك شويه؟ لا. ماشي ماشي شكرا. انا كنت متاكد انك مش هتمانع برضه. ممكن العب معاك؟ لا انا بحب العب لوحدي.
طب خد بالك من الجو ده. بص في واحد جاي من ورا اهو. دوس اكس دوس اكس. اهو ادي بطرفك اهو. بص لا بص اللعبه دي بقى اللعبه دي ما تتلعبش كده. بص يلا هات ماتش جديد بقى. مش عايز ماتش جديد. يبقى انت خايف لا تتغلب. طب ايه رايك لو غلبتني انا ممكن اديك دي. ماشي. طيب ولو انا غلبتك اخد ايه؟ دي. دي؟ انت كنت بتحلق ولا ايه؟ اعمل بيها ايه دي؟ ماشي مفيش مانع. تلعب تاني ولا ايه؟ ماشي ده انا هقشطك. ايه يا حبيبي خلاص انا قربت من النادي اهو. لا معلش ما مش هينفع اجي بقى. لا اصل لازم انزل الشركه حالا دلوقتي. طب هتخلص امتى؟ لا مش عارف. لا بس اكيد مش دلوقتي خالص. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتروحي ولا هتروحي النادي؟ لا هروح. باي باي. يا ساتر نفسي ابويا بطل العصبيه اللي هو فيها دي. تصدق بابايا برضو عصبي قوي ولو عارف ان انا هنا هيزعقلي جامد موت. يا نهار اسود هيزعقلك موت؟ لا انا ابويا مش للدرجات يعني. ده لو ابويا عارف ان انا وانت هنا لوحدينا هيجي جري. بس انت حمار في الكوره على فكره. وانت جزمه في العربيات. قوم بقى سيبني انا عايز اقعد لوحدي شويه. دي قلتي انت زعلان عشان اتغلبت؟ ما تقولش اتغلبت. ما عندكش حاجه طيب لماجينزر ولا لسلو وايت؟ عنديش. طب هات هدومي هات هدومي هات هدومي ونضارتي هتشوف ايه؟ مين الكلب اللي مصور معاك في الصوره ده؟ اخوك؟ لا ده كلبي. ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. اجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا ايه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجه؟ لا كان عيان. يا نهار اسود هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتطلع على الكلب بتاعي. ايه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ كيتوس. كيتوس؟ يا راجل ده بركه انه اتقتل. ربنا يسامحه. عمر ممكن اسالك سؤال طيب؟ هو انت ما عندكش اصحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف. ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك يعني انا اسف. انا لو اعرف ان الموضوع كان هيضايقك كده والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني او كده. وبعدين يا سيدي اعتبرني من النهارده زي كيتوس ده بالظبط. لا طبعا. لا طبعا. للدرجه دي انا حقير؟ طب خلاص يعني جايز يكون الكلب افضل مني في حاجه ولكن خلينا نبتدي صفحه جديده من على السرير ده ونبقى اصحاب. انا اسف. حطني بقى عشان اتاكد انك مش زعلان. المجنونه الثانيه جت بعد اذنك. كنت متاكد ان انت هترجعي لي. يا شيخ اوعى. واضح ان السلم ده بيطلع لتحت. اول ما خيرت بيه يجي هقول له. على فكره هاي زكي. اهلا. ايه مالك حد من الولاد مضايقك؟ لا 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 ده انت مخلف ملايكه ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده في ايه؟ لا مفيش. ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه. مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته وشيرين ما خرجتش طول النهار. النهارده الحقيقه ما شاء الله عليها يعني. ما رضيتش اقول له. ها ماشي. ده في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني. زي ما اتفقنا انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيله وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه في السرير في الكرسي في الدولاب في اي حاجه وزي ما دخل